بالنسبة لرحلتنا لأستراليا، طبعا غادرنا من كنا لأنه بعمان قبل ما نطلع لأستراليا، فغادرنا من عمان للبحرين، وبعدين من البحرين لسنغافورة، بعدين إلى سيدني، ومن سيدني قضينا ليلة واحدة، بعدين رحنا لكافس هاربر. نعم، في البداية كانت الرحلة من وصولنا من المحطة الأولى من عمان، حيث وقفنا في محطة بانكونغ، بعدها انتقلنا إلى أستراليا. كانت محطة شاقة بصورة عامة لأنها طولت تقريبا أكثر من 22 ساعة، بس بالنسبة لبعد المسافة ما حسينا بالملل، لأنه شفنا من يساعدنا في هذا الطريق من رحلة من عمان إلى بانكونغ. صعوبة لأنه أطفالي كانوا صغار، خاصة هيا كانت عمرها 2.5 سنين هيجي، وسما يعني 5 سنوات. النوم طبعا اختلاف، لأن أنت عندك الليل ويا النهار. حسيت أني وحدي، الغربة يعني، ما يعني هي هاي أكثر شيء صعوبة. صعوبات الصراحة. بعدين وراها الصراحة طولت، هي كلها ماكسيمم يعني اخذت اسبوعين النوم، وراها تتاقلمين انت اوتوماتيك. بصراحه الفلوس اللي ناخذها من السنترلينك او المخصصه لنا كل اسبوعين، هي بصراحه يعني فلوس بتكفي للعائله، للدخل العائله. احنا نقوم كعائله بنرتب هذا الاشي، المصدر اللي تجينا من عند من السنترلينك، نقوم بتخصيص ونعمل كميزانيه، نعمل اشي هذا للايجار. بالنسبة للإشي الثاني عن مثل المصروف للفواتير تبعت الكهرباء وتبعت الماء، ومن ثم فاتورة التلفون إذا وجدت، وبعدها للمواد الغذائية. فأنا كعائلة يعني بتكفي إلي هذه الفلوس التي تأتي من سنترلينك، بتكفينا. استلم الميزانية زوجي لمدة شهرين الصراحة، وشفناها كلش ما اشتغلت وياه. يعني مثلا قبل ما تجي نستلم الفلوس انه هو يقول لي خلصت الفلوس، انه اريد مثلا يعني اكزامبل مثلا حليب او خبز. فتالي وراها قلت له اوكي انت استلمت الميزانية لمدة شهرين، خليني اني استلمها لمدة اسبوع او اسبوعين، اعطيني مجال. والحمد لله لحد الان صار لنا 5 سنوات عندي الميزانيه. ما هي كخريجه اقتصاد فهذا من ضمن اختصاصه. طبعا انت شلون احنا عندنا مثلا نقول لك على قد مد رجلك، فانت لازم تتاقلمين انه بالدخل الموجود. اي، وبعدين اني الصراحه اكو اولويات تصير. يعني هنا يعني كافس هاربر لأنها مدينة صغيرة وما بيها الصراحة أحد، يعني لحد الآن إنهم يمكن يعدون على الأصابع الناس اللي بعد يعني لأنه كسكند لانجوج، يعني إنه يعني مو اللغة الأم إحنا نقول، فتحتاجين وقت حتى كل ما تقرين كل ما إنجليزية زينة. طبعا كنت جوب متوفر. شو شفت الشغل؟ والله هلا انا بالنسبه للشغل الي هلا كل الزين، لانه الحقيقه لما كنت اول ما جينا كنت شوف التعامل يختلف، لانه هلا انا بشتغل بنفس المكان بالانجلي كير بالسيتلمنت، يعني بالنسبه لي هو طبعا مقارنه هلا كثير منيح يعني، وبالعكس انا عم بشتغل بنفس المكان وبحب ساعد الناس. ليش؟ لأن ما بحب يكونوا مروا في فترات انا مريت فيها، ما بحب هن يمروا فيها على التجربه. بالنسبه للاولاد، بالنسبه للعائله، احنا متمس يعني مش مساله مسكين بالعادات، هي منتظمين يعني بالحياه العمليه والمدرسه يعني بصوره صحيحه. يعني بعدنا نحن بتعرفين هو العادات، لانه واحد عادات تقاليد يعني صح، وعايش في بلد بيبقى يعني محافظ على هالشغلات هاي، لانه هي شغله جيده. طبعا كل بلد هو بيروح عليها الواحد بياخذ الشغلات الجيده بيترك السيئه يعني، بس المهم اجمالا بشكل عام نبقى واحد محافظ على الهي. انت بالبيت الصراحه، بالبيت. هو البيت اللي ربي همينا احنا، صح نقول. العادات نحن هلا عم ندرس، احنا مفكرين في الموضوع انه كل واحد حاط في باله او فكرته انه في عنده كل واحد مهنه قدامه، بس نستغل هاي المهن بعد ما نخلص اللغة الإنجليزية، وبعديها عم مفكرين إنه كل واحد يشتغل شي شغلة أو كل واحد حيكمل مهنته اللي حاطها في باله. يعني
يعني صراحة أنت مين يعني أنت بس بلشين تشتغلين ما شاء الله المدخول ماتش يسموه الإنكم يكون ماتش كلش زين. أنا قلت تعانين بس بالبداية إذا فلوسك على السنتر لينك شوية لازم إنه تديرين بالك يعني إنه تكونين حذرة حذرة لا بعدين هون برنامج الاستيطان جيد ليش بالنسبة أول شيء للأطفال يعتبر جيد جدا من إذا قارنتي بأي بلد ثاني إيه لأنه بيعطوك هالمدخول بالنسبة للأطفال بيكون لهم يعني supporting يعني دعم للأطفال فهذا هو الجيد يعني. وبالنسبة للكبار في المستقبل لهم كمان شيخوخة يعني فهذا كمان جيد بالنسبة للبرنامج الاستيطان يعني. بالنسبة لأي أنا بنصح أي إنسان يأتي إلى هذا البلد أول إشي أن يكون يقوم يتقن اللغة الإنجليزية قدر المستطاع أو أن يدخل كورس إنجليزي هذا يساعده في حياته اليومية داخل أستراليا. كما أنا أنصح أي إنسان أو أي مواطن من أي جهة في العالم إذا أن يأتي إلى هذا البلد أن يكون يلتزم بالقوانين قوانين البلد نظام البلد أمورات البلد وثم ينطلق ويتعلم اللغة الإنجليزية وكي يمشي ويطور هذا البلد ويعمل من أجل خدمة هذا البلد وخدمة الآخرين. ما نصيحتي لهم يبيضون وجهنا يعني أنا هنا دائما أقول لبناتي إحنا صح أستراليين بس بنفس الوقت محسوبين على بلداننا دائما أبيض وجه بلدي أسوي أحسن ما يكون صراحة لأن بلد ما دام احتواني وده يصرف علي وموفر لي كل شيء والله أحطه على راسي هيجي بلد صراحة فلذلك أنا أحبها الأستراليا يعني لذا أقول لأبويا أتمنى هيجي أسحبكم من التليفون بس أشوفكم المناظر الطبيعية الحلوة وإن شاء الله يعني ما إنه ينصدموا أو يخافوا لا ما حد يخاف بالعكس خليهم يعني طبيعي وكلش بلد حلوة وناس طيبين بالعكس بيستقبلوا اللاجئ على شكل جيد يمكن أكيد تقول كل شيء في البداية يكون صعب شيء طبيعي هاي بالمرور الوقت يعني بكل زمان ومكان يعني بأي وقت بس يعني. علق البلد إنه احتوانا الصراحة بشكل عام جيد بلدان أخرى